السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نحل الامتحان الثاني من كتاب الـ85 بتاع ماي نيو فريند، كتاب المراجعة. أول سؤال بيقول لي وي جرو أب، احنا تربينا أو نمونا إن ذا كانتري سايد في الريف، كبرنا في الريف. نقط باي ذا بيوتيز أوف نيتشر، بجمال الطبيعة. يبقى أنا عايز يقول محاطين بجمال الطبيعة، يبقى surrounded رقم A. included بيشتمل وcontain يحتوي وconsist يتكون منه. رقم 2 not they left home then it started to rain. طيب then بتيجي مع no sooner و hardly بيجي معها when، يبقى زين بتيجي مع نو سونر وهاردلي بيجي معاها وين. طيب والراجل هنا جايب زين اهي، يبقى انا عايز نو سونر. طيب عندي اتنين نو سونر، نو سونر ديد ونو سونر هاد، اختار مين فيهم؟ هتبص للي بعد الفاعل، عندك بعد الفاعل ليفت، ليفت تصريف تالت، يبقى انت هتاخد مع نو سونر هاد لانه تصريف تالت. طيب نو سونر ديد كانت عايزة بعد زي نجيب ليف، نجيب المصدر، يبقى خد بالك من الحتة دي. نو سونر ديد بعد الفعل يجي المصدر، نو سونر هاد بعد الفعل يجي تصريف تالت، وجاي هنا تصريف تالت اللي هو ليفت، يبقى انا هاخد نو سونر هاد. هاردلي ديد مش هاخدها لان هاردلي عايزة وين، عايزة الرب بتاعها يكون وين، ما هو الزين، وعايزة بعد زي تكون برضو مصدر. طيب رقم 3 don't ever trust her، ما تأمنش لها ابدا. she's not. طيب الابوستروف اس دي ممكن اعتبرها هاز وممكن اعتبرها از. لو اعتبرتها هاز هاخد شيتد، ولو اعتبرتها از هيجي بعدها اسم اشيت. طيب انا هاخد بقى شيتد ولا اشيت؟ لو قلت شي از شي هاز شيتد يعني هي غشت كده، غشت مره واحده، غشت مره واحده. انما الراجل بيقول لك ما تامن لهاش، يعني هي كثيره الغش، كثير ان هي كثيره الغش، يبقى شي از اشيت، هي خداعه غشاشه، يبقى اشيت. يبقى دي ابوستروف اس، دي اختصار ابوستروف اس اختصار از، عشان الراجل بيقول ما تامن لهاش. ما تامن لهاش ليه؟ لان هي كثيره الخدع، هي خداعه، يبقى شي از اشيت. انما لو قلت شي هاز شيتد يعني هي خادعه لمره واحده بس، يبقى الإجابة رقم سي. رقم 4 سوفار، عندك سوفار اهي، سوفار على طول، يبقى انت عينك على المضارع التام. مضارع التام فين المضارع التام؟ اللي هو هافنت جوت رقم بي. رقم 5 اميرس، اميرس يعني اغمس او اغمر. ذا فابريك القماش كومبليتلي ان ذا داي، داي الصبغة. سينونيم فور اميرس معنى كلمة اغمار او انغماس اللي هو كلمة سوك، ينقع. رقم سي. رقم 6 I not you when I not at the airport see you. الاجابة كلها في كلمة see you، see you اراك لاحقا، يبقى الراجل ده بيتكلم في المستقبل، يعني عايز يربط بوين، بين المضارع البسيط وبين المستقبل، يعني بيقول له ايه، انا هتصل بيك عندما انا اصل المطار، يبقى عايز قبل وين يكون في مستقبل بسيط وبعد وين مضارع بسيط، يبقى هاخد رقم بي will call arrive، مستقبل بسيط وبعدين مضارع بسيط.
رقم 7 she was surprised هي اندهشت not that he wanted to marry her ان هو عايز يتجوزها. طيب في قاعده عندي بتقول لي فاعل وبعدين verb to be وبعدين صفه وبعدين طول مصدر. هقولها تاني، فاعل verb to be صفه طول مصدر. ادي الفاعل شي وادي verb to be اللي هو was وادي الصفه surprised، يبقى انا عايز طول مصدر يبقى to know رقم بي. 8 woman have yet لسه بعد to achieve full تحقق ما زالت تحقق full نقط with men in work place في مكان العمل. عايز يتحقق المساواة، يعني لسه الستات ما حققتش مساواة مع الرجال في العمل، يبقى مساواة يعني equality رقم دي. رقم 9 I not in Finland for the next 3 years. عايز يقول انا هعيش في اسكتلندا لمدة 3 سنين، هعيش في اسكتلندا لمدة 3 سنين يبقى لا مستقبل. طيب رقم دي هتطلع برا لانها مبني للمجهول والجملة معلوم، ورقم سي تطلع برا لانها مضارع تام. عندي بقى رقم A ورقم B، انا هعيش ولا هكون عشت؟ لا انا هعيش، هعيش ده يعني حاجة مستمرة، لسه هعيش حاجة مستمرة في المستقبل وعندي توقيت محدد اللي هو the next 3 years، يبقى will be living رقم A. رقم 10 I nearly jumped out of my نقط، ده تعبير على بعضه اسمه ايه؟ التعبير ده اسمه شعرت بالخوف الشديد، يعني هربت بجلدي، هربت بجلدي او شعرت بالخوف الشديد، يبقى I nearly jumped out of my skin، هربت بجلدي او شعرت بالخوف الشديد. When he fired his revolver، عندما هو اطلق النار من his revolver المسدس بتاعه. 11 I never not to play football when I was young. طيب when I was young بتعبر عن العادة، يبقى انا كده الكلام في الماضي. طيب I never ايه، انا مش عايز هاخد، مش هاخد رقم C didn't، مش هتنفع مع never لان مفيش حاجة نفي نفي. طيب ومش هاخد مضارع لان الجملة بتاعتي ماضي was. عندي بقى ايه had liked و liked. طيب had liked المفروض ان never تيجي بعد had وبعدين التصريف التالت، ما تجيش قبل had، يبقى مش هتنفع، يبقى عندي liked بس رقم دي. اتناشر we all respected her fears. fears يعني ثابت او وحشي او متوحش. not to succeed احنا كلنا بنحترم ايه عشان لكي تنجح بسبب نجاحها، كلنا بنحترم determination، determination العزم، العزم الثابت بتاعها لكي تنجح لنجاحها determination رقم بي. definition تعريف، كلمة definition تعريف وكلمة destination اعتقال وكلمة deviation انحراف، deviation في رقم C انحراف. رقم 13 she not 40 pages، احط خط كده تحت 40 pages هحتاجها دلوقتي. of the book before she went to bed، قبل ما هي تروح للسرير قبل ما هي تنام. طيب كلمة went ماضي وبفور رابط، رابط تعقيب يعني في زمن قبل زمن، يبقى ده ماضي بسيط، يبقى انا عايز قبل منه يا اما ماضي تام يا اما ماضي تام مستمر، يبقى انا هطلع الماضي المضارع التام بره اللي هو رقم بي، والمضارع التام المستمر برضو اللي في رقم دي يطلع بره. فضل عندي سي وعندي ايه،
انا هاخد مستمر ولا هاخد ماضي تام بس؟ انا هاخد ماضي تام بس ليه؟ علشان هنا ذكر عدد مرات حدوث الفعل اللي هو 40 بيجز، لما يذكر العدد باخد الماضي التام بس لما تكون الجمله ماضي، وباخد المضارع التام بس لما تكون الجمله مضارع. يبقى انا عندي الاجابه رقم سي هاد ريد. 14 شي از وان اوف نقط بلايرز ايفر تو هاف جريزد ذا جيم. جريزد ذا جيم معناها شرفت اللعبه، شرفت اللعبه، هي احد اللاعبين اللي شرفوا اللعبه. يبقى هنا صيغه في ايفر، يبقى صيغه افضليه، افضليه يبقى ذا والصفه واي اس تي يبقى ذا فاينست، يبقى رقم ايه. 15 شي از جود نيتشرد، هي جيدة الطباع، ده وتش مين، وده يعني شي از نوت، هي ايه. هي الاجابات بقى بتقول لي ويل بيهيفد، سلوكها جيد، هي مش سلوكها جيد طبعا، لا مش بريف، شجاع طبعا لا، طب جرامبي، مكشره او مش بتشمئز، هي دي. يبقى هي ما بتشمئزش ولا بتكشر ابدا، يبقى رقم سي جرامبي. طيب سكيني معناها رفيع جدا. 16 هي دازنت كونفورم تو ذا يوجوال، كلمه كونفورم معناها يطابق. طيب هو لا يطابق ذا يوجوال، ايه العادي، اوف ذا بزنس مان، لرجل الاعمال، ويز ا دارك سوت، لابس بدله سمراء، اند بريف كيس، ومعاه شنطه حقيبه يعني. يبقى هو مش موافق لايه؟ لستيريوتايب. ستيريوتايب معناها النمط المعروف، النمط المعروف في العادي، يبقى ستيريوتايب يعني معنى الجمله. هو بيقول لك هو مش مطابق للنمط المعروف بتاع الراجل لابس لابس بدله سمراء وماسك شنطه. 17 as a rule، كقاعده، I don't go to the office، انا بس بذهبش للمكتب، on Saturday، يوم السبت morning، يوم السبت الصبح. this is ده ايه؟ ده generalization، تعميم ولا cause، سبب ولا effect، اثر ولا result، نتيجة. ده generalization، تعميم، رقم ايه. 18 she is better at tennis than I not. نقف هنا بقى ونشوف الحكاية دي. انت عندك زان اهي، يبقى كده مقارنه، استخدم في الفعل او في الشق الاولاني اللي قبل زان فيرب تو بي از، يبقى الشق الثاني لازم يستخدم فيرب تو بي، استخدم في الشق الاولاني از، وفي الشق الثاني لازم يستخدم فيرب تو بي، عشان برضو يبقى لازم الفعل هنا يبقى زي هنا، اللي قبل زان يبقى زي بعد زان. يعني هنا بعد اي هياخد ام، ماشي. في الجملة التانية بيقول لي شي بلايز، استخدم فعل عادي، ما استخدمش فيرب تو بي، بيتر زان، وبعد زان يجي برضه فعل عادي، ما يجيش فعل فيرب تو بي، فين الفعل العادي اللي هو دو؟ اي تاخد دو، يبقى انا كده الاجابة بتاعتي ام ودو، يبقى رقم بي. طيب ممكن بقى في الشق الاولاني في الجملة يقول لي شي از بيتر ات تنس زان اي ام، وممكن اشيل ايام واحط ضمير المفعول يبقى مين. طيب وممكن برضو في الجمله الثانيه شي بلايز بيتر زان بدل اي دو تبقى برضو مي، يعني نشيل الفعل والفعل ونحط ضمير المفعول. 19 ان سي في في السيره الذاتيه، when you mention عندما انت تذكر the things الاشياء you enjoy، حط الخط تحت enjoy عشان هي دي اللي هتحل الجملة. enjoy تتمتع، الاشياء اللي انت بتتمتع doing بفعلها، you are talking about انت دلوقتي بتتحدث عن ايه. طيب achievements الانجازات، طيب هي الانجازات دي انا بتمتع وانا بعملها،
سكيلز، المهارات، المهارات دي بتمتع انا بعملها، كونتاكتس، معلومات التواصل، انترستس، الاهتمامات. الاهتمامات هي الحاجه الوحيده اللي انا بتمتع وانا بعملها، حاجه انا مهتم بيها يبقى انا بتمتع وانا بعملها، يبقى انترستس. رقم 20، which of the following is used to conclude ideas؟ مين في الجمل في الحاجات اللي جايه دي بتنهي بيها الافكار؟ بنهي الافكار بكلمه in brief، باختصار. رقم ايه؟ 21، these guys، هذه الاولاد، are dangerous، خطيره. طيب الجمله دي بقى exclamatory، تعجب، ولا interrogative، استفهاميه، ولا imperative، امريه، ولا declarative، تصريحيه يعني statement. الجمله دي declarative اللي هي statement يعني تصريحيه، جمله خبريه، ما هياش طبعا امبيراتيف، لان الامبيراتيف لازم يبدا بالفعل، وانتروجيتيف استفهامي لازم يكون في اخر علامه استفهام لازم بيسال، واكسكلاماتوري تعجب لازم يكون في علامه تعجب، وانما دي جمله عاديه خالص، دي جمله ستيتمنت، يبقى ديكليراتيف تصريحيه تساوي كلمه ستيتمنت. اثنين وعشرين، which of the following is incorrect؟ مين في دول غير صحيح؟ بيقول لي the men did most of the work in the fields، حد كده مظبوط. This was partly due to. طيب انت عندك كلمة due to بيجي بعدها يا اما اسم يا اما فعل ing، والراجل جايب هنا اسم due to the fact، يبقى كده ماشي صح. ذات زمان وير سترونج، يبقى جملة ايه؟ جملة صحيحة. طيب جملة بي، دو تو، انا قلت دو تو بيجي بعدها اسم او فعل اي ان جي، دو تو ذا دينجر، الراجل جايب اسم يبقى كده ماشي صح. بيبول ار ادفايس نوت تو دروب سيجاريتس اون ذا جراوند، جملة صحيحة ما فيهاش أي حاجة. طيب الجملة رقم سي، as it was a hot day. طيب as بيجي بعدها فاعل وبعدين فعل، يعني جملة كاملة. طب يبقى كده جملة صحيحة. they decided to leave all the windows open، كده A و B و C جمل صحيحة. تعال نشوف رقم D، due to it is. هنا بقى الغلط، هنا بقى الغلط، وهقول لك ليه. حطيت لك خط تحت it is، دو تو يا اما يجي بعدها اسم يا اما يجي بعدها فعل اي ان جي. طيب وهو الراجل هنا جايب جمله كامله، جايب فعل وبعدين فعل، يبقى الجمله رقم دي هي اللي غلط من غير ما نكمل. طب احنا عايزين نعرف القاعده، القاعده بتقول لي دو تو وبيكوز اوف واوينج تو وثانكس تو، دول كلهم معناهم بسبب، ودول كلهم بيجي بعدهم الاسم او الفعل اي ان جي. الشق الثاني بيكوز وسنس واز، دول كلهم معناهم لان وبيجي بعدهم جمله كامله، يعني فاعل وبعدين فعل. رقم 23، كوركت ذا ستيتمنت، صحح الجمله، فاميلي از ان يونت اوف سوسايتي. طيب مبدئيا كده ان كلمه يونت بادئه بصوت متحرك، يونت، يو، ما ينفعش يجي قبلها ان، لازم يجي قبلها ا، يبقى الان دي غلط، الآن غلط، لازم يجي قبلها إيه. طيب نشوف رقم إيه بتقول لي إيه بقى. Family is the unit of society. طيب هو الجملة معناها إيه في الأول؟ بيقول لي Family is a unit of society، يعني العائلة وحدة من المجتمع، العائلة وحدة من المجتمع، يعني المجتمع مكون من عائلات، يبقى هي جزء من المجتمع. فرقم إيه بيقول لي Family is the unit of society، العائلة هي وحدة المجتمع، طبعا غلط، ده هي وحدة من، المفروض يشيل ذا ويحط ا، يبقى رقم ايه غلط علشان في ذا، المفروض ا، لان هي مش كل المجتمع، ده هي جزء منه. فرقم بي، family is a unit of the society، دي الجملة الصح، هي وحدة من المجتمع يعني جزء منه.
خد بالك ان اي يونت يعني وحده من المجتمع، يعني جزء من المجتمع، انما زي يونت اوف سوسايتي معناها ان هي ان الوحده هي المجتمع نفسه. طيب ان العائله هي المجتمع نفسه كده غلط. رقم سي بيقول لي فاميلي از يونت اوف سوسايتي، مفيش آلي، ما ينفعش. رقم دي ذا فاميلي از يونت برضو نفس الحكايه، ما تنفعش. مفيش ايه قبل يونت، وكمان جايب زي قبل فاميلي، وانا مش بحدد عائله واحده، ده لما هو كاتب لي فوق فاميلي بس مش زي فاميلي، يبقى غلط. يبقى رقم بي هي الاجابه الصحيحه. رقم 24 which is correct، مين في دول صح؟ الراجل بيقول لي هبه وصري، هبه اللي عندها 3 سنين، هبه عندها 3 سنين which she ran away from home for the first time. طبعا الجمله دي خاطئه، لان هو بيقول لك هبه عندما كان عندها 3 سنين هربت من البيت، يبقى المفروض يشيل which ويجيب when، يبقى which هنا غلط، دي غلط، which غلط. رقم بي هبه وصري وين، هبه كان عندها 3 سنين عندما شي ران اواي، هو كده عدل نفسه، يبقى الاجابه رقم بي، يبقى بي دي صح، رقم بي هي الصح. طب رقم سي بيقول لي هبه وصري وات شي، طبعا لا ده هي وين مش وات. رقم دي بيقول لي هبه وصري وير، طبعا مش وير هي طبعا وين. رقم 25 choose the sentence which is most suitable to end this paragraph، عايزين جملة تنهي هذا الباراجراف، جايب باراجراف وعايزين جملة لإنهائه. الجملة بتقول لي إيه؟ imagine a baby about 5 months، تخيل الطفل اللي عنده 5 شهور. it can cry and smile، يقدر يبكي ويقدر يبتسم. it can eat and sleep، ويقدر ياكل وينام. and it can dirty its diaper، ويقدر يوسخ الحفاضة، diaper يعني حفاضة. did you know، هل تعرف that it can also count، ان هو يقدر يعد. that's not all small babies، that's not all small babies are also able to add and subtract. الأطفال بيقول لي مش كل الأطفال تقدر الأطفال تقدر تجمع وتطرح، small numbers الأرقام الصغيرة، بيقول الأطفال دي تقدر ذاتس نوت اول، مش كل ده، يعني بيقول لك مش كل ده بس، لا ده small babies الأطفال الصغار يقدروا كمان يعملوا عملية جمع وعملية طرح للأرقام الصغيرة. this may be surprising news، دي أخبار مدهشة. but a psychological، لكن العالم النفسي has proven اثبت that it is true، ان ده صحيح، ان الطفل اللي عنده 5 سنين 5 شهور يقدر يعد ويجمع ويحسب الارقام الصغيره. many people، كتير من الناس think that these abilities، يعتقد ان هذه القدرات are learned at school، يمكن تعلمها في المدارس. but this psychologist، لكن هذا العالم نفسي believes that they are، اعتقد ان هم يقدروا يعملوا كده. they are ايه بقى؟ they are ايه؟ عايز تكملة للجملة. not present unit، not present until adulthood، ما يقدروش يعملوا كده لحد ما يبلغوا، طبعا لا، ده هو بيقولك بيعملوها وهم عندهم 5 شهور. learned only by 5 months old babies، اللي بيتعلمها بس الاطفال اللي عنده 5 شهور، طبعا لا، هم الكبار عندهم بيعرفوا يعملوا العمليه دي. طيب already present in small babies، موجوده اصلا في الاطفال الصغار، هو قصده على كده. طيب very difficult for children to learn، من الصعب ان الاطفال تتعلمها، لا، يبقى هي الاجابه رقم C already present in small babies، رقم سي.
26 a pronoun الضمير is a word that is used هي كلمة بتستخدم لإيه to limit a noun تحديد الاسم بتستخدم تحديد الاسم يعني ممكن نشيل الاسم ونحط نحط بداله ضمير يعني نشيل عليه ونحط هي طيب يبقى الإجابة الصحيحة هي رقم إيه شوف الباقي بقى برضو instead of noun phrase ضمير بيجي بدل جملة اسمية طبعا غلط join sentence together يربط الاسم الجمل ببعضها طبعا غلط express an action بيعبر عن حدث طبعا غلط ده الفعل 27 which of these statements مين في الجمل دول belong to present continuous tense plural مضارع مستمر يكون جمع مضارع مستمر يكون جمع يعني ار والفعل واي ان جي يبقى الكلام ده منطبق على رقم ايه طبعا في بي مضارع مستمر بس مفرد عشان از في سي ماضي مستمر جمع عشان وير ودي ماضي مستمر جمع برضه عشان وير ثمانية وعشرين one of the following sentences wouldn't support لا يساند the ideas that we use الفكرة اللي احنا بنستخدمها money in different activities نستخدم النقود في أنشطة مختلفة استخدام النقود في أنشطة مختلفة في جملة من دول ما بتأيدهاش أول جملة بيقول لي it also thought أيضا تعتقد أن الماني is the root of all evil هي كل أصل كل الشرور طبعا غلط ده الراجل فوق بيقول لي ان الفلوس لها مميزات وبتستخدم في أنشطة مختلفة يبقى ملوش دعوة بالحكاية دي خالص يبقى هي دي الإجابة الخاطئة طيب يبقى رقم ايه جملة رقم ايه دي هي الجملة اللي احنا هنختارها لان هو بيقول لك اصل كل الشرور والراجل فوق بيقول ان الفلوس بتستخدم في انشطة مختلفة طيب يعني الجملة دي مش بتساند الجملة اللي فوق طيب we use it to fulfill of needs and achieve our dreams نستخدمها عشان ننجز احتياجاتنا ونحقق احلامنا دي فعلا دي جملة بتساند الجملة اللي فوق طب with it بيها we can buy food نقدر نشتري الطعام ودرينكس وميديسن وكلوزس برضو بالسند اللي فوق will see people can easily realize all their ambitions يحققوا كل طموحاتهم they can get all what they need برضو بالسند الجملة اللي فوق يبقى اللي ما بيستندش الجملة اللي فوق هي رقم ايه 29 which sentence is correct مين في الجمل دي صحيح طيب في رقم ايه My brother visited Paris 3 years ago. تعال نشوف. انت عندك اول الجملة حرف small ما تنفعش. في رقم ايه? طيب. رقم بي. My brother visited Paris. Paris اسم مدينة ما تنفعش البي small. يبقى غلط برضو. طيب. في رقم سي. My brother visited Paris 3 years ago. My brother visited Paris 3 years ago الجملة دي صحيحة طيب تعال نشوف رقم دي My brother visited Paris 3 years ago وبعدين جايب علامة استفهام غلط لأن ده مش سؤال دي جملة المفروض يجيب نقطة طيب. يبقى الجملة الصح اللي هي رقم سي رقم 30 We use the percentage mark احنا بنستخدم علامة النسبة المئوية when stating عندما احنا نذكر ايه بقى نذكر opinion و point of view view points الاراء الاتجاهات طبعا غلط طيب رقم بي facts and statistics الحقائق والاحصائيات انه بنشتغل مع علامة النسبة المئوية عشان احصائيات يبقى رقم بي صح طيب رقم سي summarize and conclusion تلخيص والنهايات والنتائج طبعا غلط skills and achievements المهارات والإنجازات طبعا غلط وبكده نكون خلصنا الامتحان الثاني من كتاب 85 My New Friend The Final Revision المراجعة النهائية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته